من خلال الصورة الجميلة لهذا المعلمة أو هذه المعلمة الريادية هنا بمدينة بركان. كيف كنتابعوا كيف كنشوفوا هذه الصورة؟ نعم الملعب البلدي الذي يستقبل تفاصيل هذه المنافسة وهذا اللقاء. لدينا في الرتبة الرابعة فريق النهضة الريادية بركانية 25 نقطة كما نتابع، وبالنسبة لفريق الجيش الملكي نفس عدد النقاط ولكن كيختلف على مستوى السبورة ديال الترتيب ديال الدوري الوطني. هذا يعطينا على أنه من الرتبة الرابعة إلى الرتبة الثامنة كلهم عندهم عدد النقاط. النهضة الريادية بركانية المغرب فاسي في هذه اللحظات الانطلاقة الخاصة بالمنافسة واللقاء. كرة في عين مفيد هنا، انطلاقة هجومية ممتازة على مستوى الخط الأمامي، أول محاولة وتصديم جانب الحارس الواضح على أنه الكرة مشات شوية للأمام، مستوى الخط الأمامي محاولة رجعت من جديد لصالح عناصر فريق النهضة الريادية بركانية. كان خطأ كيقول الحكم في التدخل من الجهة الجيش الملكي، استلام الكرة في موضع مناسب، تمريرة جميلة رأسية، أول محاولة وتصدي رائع جدا للحارس أمين الوعد، ممتاز جدا طريقة ديالو. رضا سليم ينفذ هذه الكرة مباشرة، محاولة كانت خطيرة في اتجاه المرمى مباشرة، والحارس مرة ثانية ينقذ الموقف. يظهر في مناسبتين اثنتين، يبحث اليوم عن انتصار السادس، والمحاولة ممتازة المحاولة الجيدة داخل منطقة الجزاء، ضربة جزاء يقول الحكم، وشفنا اللقطة والعملية الهجومية من جانب فريق النهضة البركانية تسجل. نعم الهدف الأول في مباراة اليوم، احتفالية مهمة جدا تأتي في هذه اللحظات من جانب فريق النهضة الريادية البركانية، ومن خلال لاعب قادم من جمهورية الكونغو شادراك لوك. إمكانية المرور تعود مرة ثانية، والحكم يتدخل يقول هنالك مخالفة سماوني صار عن الحلول اللي بإمكانها أن تجي في الخط الأمامي. كرة ممتازة، رياض سليم حاول ما أمكن أن يوصل الكرة الأخيرة كما فعل منذ انطلاقة المباراة. كرة رياض سليم يبحث عن كرة جانبية مباشرة للأخير، تعود من مفيد يلعب دائرية بعيدة في الخط الأمامي ولا أقرب الحارس أمين الوعد يتمكن من إيقاف هذه الكرة. هنا شادراك تمريرة جانبية راسية ممتازة هذه العملية، والبحث عن البحري اللي بإمكانه أن يضع الكرة في المرمى. نعم أن يقدم المتممات إن صح التعبير، تكميل الكرة للاعبي خط الهجوم بالشكل. حاول من شادراك من الجهة اليسرى، تمريرة ممتازة رضا سليم يستلم تمريرة جانبية، والحارس يبدع الكرة ويبدع في إبعاد الكرة، يبدع أمام هذه الخطورة من رضا سليم يلعب هذه الكرة، تمريرة ممتازة راسية كادت أن تقدم الإضافة. كانت على معترف فريق النهضة الريادية البركانية والغير محظوظ فيها فريق الجيش الملكي في الخط الأمامي. كرة ملعوبة على مستوى خط الدفاع، إبعاد لهذه الكرة والانطلاقة، لكن الصافرة تأتي والمخالفة حقنا بطلا لمنافسة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومحاولة من نفاتي بعيدة تماما بعيدة، ونحن نشاهد هذه المحاولة والتغطية التي تأتي من جانب عناصر فريق النهضة الريادية البركانية. عموما نعود لمنافسات الدوري الاحتراف، وهذه محاولة وتحضير في دقيقة 28. رينا سليم من جهة اليمنى إلى خط الوسط إلى الجهة اليسرى، والرجل الذي يتكلم في الخط الأمامي، محاولة داخل منطقة الجزاء، تضيع راسية، كرة للجيش الملكي، المحاولة والمرور لكن في آخر المطاف. نفات ماذا يفعل؟ هذا هو النفاتي، معروف بهذه الطريقة دائما عن مستوى المراوغة والحفاظ على الكرة والحيازة، وينصفه الحكم من خلال المخالفة في هذه عناصر الجيش الملكي. هذا من النفاتي يرفع كرة داخل منطقة الجزاء أمامية، والحارس يبعد الخطورة، ويقطع الطريق على العملية الهجومية وعلى المحاولة للوصول للكرة، وانطلاقة في عملية هجومية. مفيد دخل من الجهة اليمنى، البحري محاولة الحفاظ على الكرة، ريمار ممتاز، البحري يحصل على مخالفة في منطقة مواتية لعناصر فريق النهضة الريادية البركانية للتصويب المباشر، ولاحظوا اللاعب الذي يكد من ضربة خطأ، كرة ثابتة لا تريد
الوقت اللي نشوفه محاولة رائعة ممتازة، هذه محاولة للمرور، الحكم يعود يقول هنالك مخالفة، زكريا فاتي يرتكب الخطأ. تمريرة ممتازة للامبرت، لامبرت ماذا يفعل؟ الشوط الأول من عمر هذه المواجهة مشاهدينا بالنتيجة المعروفة، هدف واحد من الطرفين، كرة للجيش الملكي، محاولة على مستوى الخط الأمامي بعيدة بعيدة إلى ضربة مرمى، على انطلاقة وبناء العملية الهجومية، وانتظارات كبيرة وتطلعات كبيرة ورغبة جامحة في انتظار أن نشاهد المحاولات على مستوى الخطوط الأمامية تقدم الإضافة. تمريرة ممتازة هذه ملعوبة في اتجاه اللاعب رضا سليم، محاولة دقيقة، يوني تفاصيل العملية الماضية وهذه اللقطة لعملية الإنزال بالصدر ومحاولة البركانية تصويبها أمامية، والحارس الحارس بايو لم يتمكن من يمكن أن تقدم إضافة ممتازة 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 للعملية الهجومية، فرصة التصويب التحضير داخل منطقة الجزاء في اتجاه الشرقي البحري، شادراك ماذا يفعل؟ يراوغ ضاع المباراة لحد الساعة، عنوان الهدف واحد مقابل لا شيء، كرة ممتازة، إيمانويل ممتازة، هدف محقق يضيع، هدف محقق يضيع لهدف الفاتي، كرة كاملة البحري، كرة ممتازة، مطالبة بضربة جزاء من عرمش الفحلي، كرة مميزة، جول يوسف الفحلي يضع الكرة في المرمى معلنا عن ثاني الهدف، صاحب ال 24 سنة يصوب كرة ممتازة، جول الجيش رضا سليم، يبدع كرة مميزة رائعة، هدف غاية في الروعة. تم الغاء مباراة في كرة القدم في 27 من يناير 1932 بعد وقت قصير من انطلاقها بسبب انتشار ضباب كثيف بملعب الشهداء في وادي ززمن. غادر الجميع أرض الملعب باستثناء حارس المرمى سمير نوالي الذي لم يسمع صفارات حكم المباراة من صخب الجماهير خلف مرماه، وظل يحرس مرماه متحفزا لأي تسديدة مباغته لمدة 15 دقيقة قبل أن يأتي رجل شرطة لإخباره بقرار الإلغاء، وعندها قال الحارس: يحزنني أن ينساني الرفاق وأنا أحرسهم، وقد ظننت أننا كنا نهاجم طول الوقت.